ورجل قلبه معلق في بالمساجد. بس اني الطاوله اذا فيها اكل اوزي وربات القشطه نموره صفيحه اوزي والله قلبنا بتعلق بالطاوله. واذا الطاوله ما فيها شيء مسجد ما في شيء. في سجاد وعواميد، العواميد هي بتصنع الانسان ابني، تصنع ايمانه اسلامه عقله حكمته. ورجلان تحابا في الله، حبه مال حتى يستفيد دنيا من وراه او من جاهه او من ماله او يساعده في امر من امور دنياه، احب لانه عالم ليتعلم منه او ذاكر ليكتسب من ذكره او ذو اخلاق ليتعلم من اخلاقه او مربي ليستفيد من تربيته او ليفيده او يعلمه او يذكره، يا نافع او منتفع بالعلم وبالتقوى وبالاخلاق وبالسلوك. فهذول الرجلان المحب والمحبوب في ظل عرش الله يوم لا ظل ظله. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، حلوة وصغيرة وجميلة وكل شيء، وكل شيء صار مهيأ بين يديه، فقال إني أخاف الله. هذا الإيمان يا ابني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. بيقولوا عن واحد كان يلقب بالمسكي، يلقب بإيش؟ لقبوه بالمسكي. قل سبب اللقب كان من أجمل شباب زمانه وبلده، فعشقته امرأة شابة وعرضت نفسها عليه مرارا وهو يقول إني أخاف الله رب العالمين. فلما يئست من استجابته عملت له الحيلة، وكان يبيع الثياب متنقلا بين الأحياء والحارات. فمر من قدام البيت من أيتها، في الخادمة قالت له اندهي له نشتري منه. فقالت له يفوت لجوا لحتى يشوفوا البضاعة. فلما دخل إلى داخل الدار أغلقت الباب وبالدقار مكنته وقالت له الآن. لما عرف أنه قد وقع فرأى ليس له نجاة إلا بالحيلة. قال لها مثل ما بتريدي. قال لها لكن إذا بتسمحي لي لحتى أروح على الحمام أقضي حاجتي، يعني يستنجي. فراح إلى التواليت أو بيت الخلاء، وهذاك الوقت ما كان مثل هلا في صباب مي ينطفوا مدري ايش، كان على البلدي العتيق. اخذ هيك زور من الغائط ودهن وشه وبدنه وكل اواعيه وبما في اجريه وايديه والى اخره، وطلع شلون لابس بدله ابدا، شغل الخياط المعلم الاول. قال لي يا خالو تفضلي عالتخت. شو تفضلي؟ صاير تواليت كامل ولي على قامتك يا اخي. جن اجا بده قال اعطيني بوسه، هاتي لي ايدك لصاد هيك الخلاصه راح يشتغل لهنا وين هذا جن الى اخره. العوم مدري ايش الى اخره. طلع اغتسل نظف حاله بيقول فكان من بعد هذه الواقعة كان يشم منه رائحة المسك. ورجلا دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. لما تخلو بمعصية الله من مرأة أو من مال أو من جاه أو مشان الناس، هل تخاف الله؟ هل تذكر الله؟ هذا هو الإيمان يا ابني، هذا هو القرآن. يوم يفر المرء من أخيه، ما بينفعك شيء
إلا إيمانك وعملك الصالح.